هل هذا خطر عظيم؟ ولا سيما في هذا الوقت، إنه قل العلماء، قل الفقهاء وكثر القراء، كثر القراء وقل الفقهاء. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض، إن الله إن الله لا يقبض هذا العلم، لا يقبض هذا العلم انتزاعا من صدور الرجال. وإنما يقبض العلم بموت الأفهام، وإنما يقبض العلم بموت العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نخشى أن يكون بدأ هذا في وقتنا، فعلينا أن نأخذ الحذر والخوف والاحتياط، وأن نختار أهل العلم وأهل الثقة حسب الإمكان، حسب الإمكان وحسب الموجودين.